اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كلام فني جدا، قلت لحضراتكم ان احنا خلال هذه الفتره هنتكلم فني اكتر ما هنتكلم في اي شيء اخر. خليني ابدا بايمن او محمد، هتشرح لنا ايه النهارده؟ طيب مبدئيا قبل ما نتكلم على الفنيات، خلينا نقول للناس عشان يبقوا عارفين احنا ليه بنختار شكل معين من الحالات، ليه بنشتغل على الحالات دي دون غيرها. في اي فريق في الدنيا ليه حاجه اسمها باترن او نمط بيشتغل عليه، سواء نمط في اخطائه، يعني بيتم تسجيل فيه معدلات اهداف بشكل معين بنفس الطريقه فبيتضرب بنفس الطريقه، او نمط بيتم بشكل معين انه بيسجل بالطريقه دي او بيشتغل بالطريقه دي. عشان كده احنا بنركز دايما على الباترن او النمط، ازاي الفرقه دي بتشتغل، وتكرار التسجيل او تكرار استقبال الاهداف بنفس الطريقه ده اللي احنا بنسميه النمط. عشان كده هنشتغل على الحاجات اللي تم تكرارها سواء في مباريات الدوري او في مباريات دوري ابطال افريقيا. تمام، فاحنا هنتكلم دلوقتي على نمط. هنتكلم على النمط، هم المشاكل اللي عند الوداد ايه الاول، وازاي نقدر نستغل هذه المشكلات لانها تم تكرارها خلال السيزون مع نفس المدرب بنفس اللعيبه مع اختلاف المنافس. اوكي، بيستقبلوا بنفس الطريقه، والمشاكل اللي موجوده عندهم بالمناسبه في بعض النقط عندهم ايجابيات فيها على الصعيد الهجومي، لكن نفس اللاعب اللي هو مميز جدا هجوميا عنده مشاكل كبيره جدا دفاعيا. نفس اللعيب، نفس الطريقه اللي بيتضرب بيها. عشان نبقى رابطين كده، هنتكلم الاول على المشكلات اللي عند الوداد وازاي هو بيهاجم ونخلي بالنا من ايه الربط في بعض النقط. نفس النقط الايجابيه هي نفس النقط السلبيه اللي عند فرقه الوداد. فهنبتدي باول مشكله عند فرقه الوداد وهي السايدل سبيسز او المساحات الجانبيه اللي في ظهر الاظهره. خلينا نتكلم الاول في 30 ثانيه بس عايز اقوله حضرتك بتتكلم ان يعني دلوقتي او منذ قليل 10 دقائق تقريبا وصلت بعثه النادي الاهلي الى المطار في المغرب، وان شاء الله مع اول حاجه هتوصل لنا هنوري لحضراتكم ايه اللي حصل. اتفضل يا محمد. اشكرك يا كابتن، موفقين يا رب باذن الله. فهنتكلم على السايدل سبيسز او المساحات الجانبيه. خلينا نقول في 20 ثانيه الوداد بيلعب ازاي، التشكيل الاقرب اللي هيلعب بيه قبل ما نعرضه في الاخر. خلينا اقوله عشان الناس تبقى محضره لما اتكلم على اسم اللعيب عارف بيلعب فين. الوداد بيلعب معظم مبارياته باستثناء الاربع مباريات الاخيره، منهم مباراه العوده امام بيترو اتليتيكو ومباراتين في الدوري مع شباب المحمديه واولمبيك خريبكه، غير الطريقه شويه وراح لل 3 4 3، لكن الوداد طول السيزون بيلعب 4 3 2 1. الاربع لعيبه اللي بيلعب بيهم الوداد في الخط الخلفي بيعتمد على اشرف داري ومحمد امين فرحان اثنين سنتر باكس، بيعتمد في الظهير الايمن على ايوب العملود، في الظهير الايسر بيعتمد على يحيى عطيه الله. ثلاثي مهم جدا هنتكلم عليه. يحيى راح المنتخب النهارده، يعني اللاعب الوحيد اللي بينضم في الفترات اللي فاتت كلها من الوداد بشكل مستمر. يمكن التكناوتي كان احيانا بينضم، لكن انس لزنيتي حارس الرجاء هو اللي في اغلب الاحيان من هو الحارس الثالث، لكن اللعيب الوحيد اللي بيروح في الفترات الاخيره مع خليوزيتش هو يحيى عطيه الله اللي هنتكلم عليه كتير جدا النهارده سواء في الايجابيات او في السلبيات. في خط الوسط عندهم ثلاثي مميز جدا، رضا الجعدي، جلال الدودي، راس مثلث مقلوب لتحت، راس المثلث اللي تحت الاقرب لسنتر باكس عشان يعملوا البيلد اب هو يحيى جبران. ثلاثي في الخط الامامي ايمن حسوني صاحب الكوره، طول الحلقه هنقول صاحب الكوره، البلاي ميكر، هو اللي بيوزع اللعبه، هو اللي بيحدد الباترن اللي اشتغلوا عليه هجوميا. زهير المترجي كان مصاب الفتره اللي فاتت لكنه فكر الناس بيه اللي سجل في نادي الزمالك في مباراه الذهاب في المغرب، لعيب بيلعب وينجر سواء في الناحيه الشمال او الناحيه اليمين. واخطر لعيب بقى في الفرقه هو جايم بينزا اللي شغل الوداد كله بيبني عليه كمحطه كروسز، شغل الارضي كمان، ال 1 2 وال 1 3 اللي بيتعمل اللي بيشارك فيه. ده شكل الوداد قبل ما نتكلم بقى على رغم ان ما بينزا يعني مش اهدافه في البطوله لسه، كنت هقول لك مش كتيره، ولكن زي ما جيمي كده بيقول هم بيبنوا عليه الخطط الهجوميه او الطرق الهجوميه، لانه يعني لعيب جسمه زي احنا شايفين قوي ولعيب سريع ولعيب مميز، فهو بيرتكز عليه ان هو يعمل عليه طرق لعب معينه عشان خاطر اللعيبه اللي هي الخطيره في الوينجرز عندهم ولعيبه وسط الملعب ازاي يقدروا ان هم زي ما قلنا كده بيجوا من الخلف او يسجلوا باكثر من طريقه. ف يعني زي ما قال كده نركز برضو على لعيب صاحب الكوره لان هو ده الشغل كله بيقوم من ايمن حسوني، ايمن حسوني المحور بتاعهم، وطبعا خلفه يحيى جبراني. طب هنبتدي بالسايدل سبيسز اللي اتكلمنا عليها. لو نشغل كده السايدل سبيسز، المساحات الجانبيه، المساحات الجانبيه، ايه المشاكل اللي عند فرقه الوداد في المساحات الجانبيه؟ قبل ما نبتدي هنمشي الكره دي، نبص الاول ده ورا الظهير الايمن لنادي الوداد ايوب العملود، دي من مباراه بيترو اتليتيكو. لما نيجي نتكلم انه ايوب العملود في الوقت ده
هو موجود ورا الجناح بتاع بيترو أتلتيكو لأن هو بيندفع جدا هجوميا. نفس الكلام اللي هنتكلم عليه في الحالات اللي بعد كده. مشي الحالة شوية. مشي اهي. وقف معايا هنا عبال ما تمشي. نبص هنا يا كابتن اسلام, هنيجي نبص على السبيس الاولانيه. بص كام سبيس هنتكلم عليها فيها مشاكل عند فرقه الوداد. السايدل سبيس لان في بعض الحالات مركبه بيبقى فيها غلطه واثنين وثلاثه. دي الغلطه الاولى السبيس الاولانيه. وقف معايا هنا. السبيس الاولانيه كانت ورا الظهير الايمن ايوب العملود. السبيس الثانيه الراجل نازل هنا بيترو أتلتيكو مش ممسوك. نعلم على الثلاث لعيبه. دول الثلاث لعيبه اللي في الشق الهجومي. كام لعيب من الوداد؟ ست لاعبين. لما يكون عندي ست لاعبين من الوداد في الحاله الدفاعيه وثلاث لعيبه بس من بيترو أتلتيكو, لو نعلم على اللعيبه بتاعه بيترو أتلتيكو, الثلاث لعيبه بتوع بيترو أتلتيكو الثلاثه مش ممسوكين. الثلاثه مش ممسوكين. الراجل راح له ايوب العملود متاخر. الراجل الاسترايكر داخل في الهاف سبيس ما بين الاثنين سنتر باكس. يبقى بدانا الحاله بغلطه في السايدل سبيس ورا ايوب العملود ورا الظهير الايمن لنادي الوداد, ثم غلطه تانية ما بين الاثنين سنتر باكس سواء محمد امين فرحان اللي هو اخر لاعب في الصوره جوه ال 18 من الوداد, واللاعب اللي قبله اشرف داري الراجل الاسترايكر, واللاعب الثالث اللي مكمل معاهم الجناح اليمين اللي دخل انسايد واقف فاضي على ال 18 عشان ياخد السكند بول. غلطه مركبه. ويحيى فين؟ يحيى عطية الله هو الباك ليفت. ده اللاعب لسه نازل اتاخر جدا بعد ما الهجمه خلصت. بعد ما الهجمه خلصت ودخل جوه ال 18 اللعيب اللي لسه راجع ما وصلش لخط ال 18 عشان جداً يعمل التغطيه العكسيه جدا. والراجل الغلطه الاضافيه يا كابتن انه الراجل ده اللي هو يحيى عطيه الله, لما نيجي نتكلم على ظهير لما الاقي ان الجناح اللي معايا الراجل اللي على خط ال 18 ده بتاع بيترو أتلتيكو ده الجناح الايمن داخل مكمل على خط ال 18, هو ما راحش حتى انسايد عشان يقفل معاه. اتجاه الحركه خاطئ, الوقت الرجوع متاخر, ودي المشكله العامه. نمشي بقيه حالات السايدل. المشكله العامه عند فرقه الوداد حاجه اسمها الريباوند بوزيشننج او العوده للتمركز. لما انا برجع عشان اتمركز بعد ما بفقد الكوره في نص ملعب المنافس, لما بيجي يرجع الرباعي عندهم مشكله. ايوب العملود, يحيى طه الظهير الايمن والايسر والاثنين السنتر باكس. عشان كده بنلاقي كل الهاف سبيسز اللي موجوده والسايدل سبيسز. نمشي الحاله اللي بعديها. يمكن هنا بيتسو موسيماني في الفتره الاخيره لو تاخد بالك طريقه لعبه اللي هي حاول نخلي ان في اثنين سترايكرز اللي هم مثلا بيرسي تاو ومحمد شريف او بيرسي تاو وطاهر وراهم حسين الشحات وعبد القادر, عشان هي الحته دي زي ما انت كده شايف يا كابتن اسلام الحته دي لو في سرعات بشكل معين في هجوم هي اللي هتوصلنا, هي اللي تقدر توصلك وتخليك ازاي تستغل الاخطاء دي. لان النهارده زي ما جيمي كده بيقول ست لعيبه من الوداد متمركزين بشكل خاطئ. لعيبه النادي الاهلي في الحته دي الجناح الشمال عندك اثنين صراع بنتكلم في علي معلول, احمد عبد القادر لما بيبقى موجود ولو اتطرف معاهم بيرسي تاو في بعض الاحيان. الناحيه الثانيه لو هنكمل الناس اللي تكمل واحد زي حسين الشحات لما يكمل او يجي من ورا ساعات اليو ديانج زي ما مثلا في ماتش الزمالك 5-3 كان هو بيكمل دايما في الحته بتاعت البوكس دي. فالنهارده يبقى انت النادي الاهلي يقدر يخلق اكتر من فرصه تسجيل لو استغل الاخطاء دي. فهنا الحاجه بقى لازم لعيبه النادي الاهلي تشتغل عليها وتركز فيها ازاي التمركزات الهجوميه تبقى سليمه وازاي يبقى في تركيز في انهاء اي فرصه تستغلها من الخطا ده لان هو ده اللي هيربكهم وهيخليهم يكرروا الاخطاء دي بشكل مستمر. تمام. نفس الخطا مكرر تاني بدايه اللعبه. تخيل يا كابتن اسلام لو تبص على الفريم الاولاني ده, تخيل ان دي سيت بيسز كره ثابته. بص الوقفه بتاعت الظهير الايمن واقف ازاي, الجناح الايسر واقف ازاي, سبيس موجوده تمشي اربع لعيبه. طبعا اربع لعيبه واقفه خاطئه تماما. بتكلم على دي كره ثابته مش متحركه ولا فيها ريباوند بوزيشننج خاطئ ولا فيها عوده خاطئه. الوقوف نفسه مشكله. الراجل راح عمل الكروس حتى هو بيعمل عرضيه براحته عمل الكروس كلها واقفه. والازمه ان هو لو مذاكر فرق بيترو أتلتيكو كويس كان عارف ان ده واحد من اخطر مفاتيح لعب بيترو أتلتيكو الظهير الايسر. كان راح اشتغل عليه انه يقفله السبيس دي, لكن بيعدوا مره واثنين وثلاثه في نفس المباراه بنفس الطريقه. بتعمل الكروس ريبوزيشننج خاطئ من اشرف داري. الراجل بياخد الراسيه الاولى وبياخد الراسيه الثانيه لولا انقاذ التكناوتي كان هيبقى هدف لبيترو أتلتيكو. فيبقى السايد سبيسز او المساحات الجانبيه. نمشي تاني. خطا مركب, مساحه جانبيه, رجع يحيى عطيه الله متاخر. الباس هتروح في الهاف سبيس ما بين يحيى عطيه الله تاني. هو راجع لا هو عامل ماركينج لا ماسك بشكل جيد ولا هو قدر يروح للراجل الجناح.
دخل اتحرك الجناح ولا زال الثلاثه لعيبه الوداد اللي متعلم عليهم بالاخضر دول الثلاثه واقفين، محدش عمل ماركينج، محدش مسك، محدش عمل الترحيل ولا التغطيه. الراجل بين كل واحده خالص، الراجل تياجو ازولاو طلع بره ال18 وبيستلم بمنتهى الاريحيه عشان يروح يعمل الكروس من على الارض، والثلاث لعيبه لا زالوا واقفين وقوف خاطئ. نكمل وتوقف لي هنا، ثبت لي هنا الراجل استراكر، معلش الفريم اللي قبله الفريم اللي قبله تاني، بس الفريم ده نيجي نبص هنا نفس الخطأ اللي في اللعبة الأولى. الراجل السنتر فيرويد بيخش ما بين الاثنين سنتر باكس للمرة الثالثة في نفس المباراة بنفس الطريقة، التحرك بطيء جدا، العودة للتمركز خاطئ تماما. بيجي الراجل الفيرويد بيحرك، نخش على الفريم اللي بعده، الراجل جاي من سبيس وراهم بيستغل السبيس اللي موجودة والتفكك بعد العودة للتمركز مرة أخرى، والراجل بيخش وبيقطع قدام الاثنين سنتر باكس وبيخش وبيشوطها بمنتهى الاريحيه لولا ان هي جت جنب العرض كان هيبقى الهدف لبيترو اتلتيكو. كام فرصه وكام طريقه بيتموا سواء بالسايد سبيسز اللي احنا شرحناها، وده خطا مركب ما بين المساحات الجانبيه والهاف سبيسز اللي ما بين الظهير الطرف سواء في الليفت او في الرايت، يحيى عطيه الله او ايوب العملو. وهنا لازم تاني ناكد ان سرعات لعيبه الاهلي في الجانب الهجومي هي اللي ممكن تحسم الحاجات دي، لان هم لما بيرتبكوا لعيبه مع وجود الجمهور، هو لما يرتبك ويلاقيك ان انت بتعرف تضغط عليه بشكل معين وتعرف تستغل انت تخش تاخد منه الكوره في حاجه زي كده وتسجلها جون او تعمل عليه فرصه محققه، هو من نفسه بيبتدي يتشتت وممكن يسيب لك الكوره، وممكن عشان خاطر يركز حته ان هو طب انا عايز اتمركز صح، فيبتدي عنده فتره من الخلل كده في المباراه، فانت لازم تستغلها، خصوصا ان الوداد كمان رقميا هم في اول ربع ساعه تحديدا ما بيسجلوش في البطوله، هم مش دي الفتره المميزه عندهم في التسجيل، لان هم ممكن يكون بيسيب لك الكوره، ممكن يكون يعني بيعمل اخطاء، فهو دايما بيبقى ابتدى يركز ويقف على رجليه في الفتره اللي هي النص ساعه الاخيره من الشوط الاول، اللي هي من دقيقه 15 دقيقه 30، من دقيقه 30 للدقيقه 45، واول ربع ساعه في الشوط الثاني دي اكتر فترات هو بيجيب فيها اجوان بيبقى مركز. فانت لو قدرت تستغل حاجات زي كده في اول ربع ساعه تجيب جون هتربك لهم كل الحسابات دي وتصدر ليهم الضغط مع الجمهور بتاعهم، حاجات كتيره ممكن تتغير لو قدرنا نستغل الحاجات الشبه كده. خطا متكرر تاني يا ايمن يا كابتن اسلام، خطا متكرر من نفس المباراه، خطا متكرر من الجناح الايسر لبيترو اتليتيكو، نفس المشكله نفس الازمه والتحركات اللي اتكلمنا عليها. هنروح بعد كده للهاف سبيس ونتكلم على ايه المشاكل والبنتريشن اللي بيتم من العمق سواء من الدخول من على الطرف للداخل، نمشي اللعبه دي اللي كانت لعبه هدف لبيترو اتليتيكو في مباراه الاياب، نمشي مشي. وده كان بالمناسبه الهدف ده كان في بدايه المباراه في الدقيقه 23، ماشي. لما نيجي نتكلم بص هنا يا كابتن اسلام، بنتكلم على سبيس موجوده كالعاده ما بين اثنين هاف سبيس ما بين الليفت باك، الليفت باك اللي هو يحيى عطية الله، والراجل الوينجر اللي نازل يعمل له السبورت اللي هم اخر اثنين على الخط، وما بين يحيى عطية الله الراجل الظهير الايسر ومحمد امين فرحان الراجل الليفت سنتر باك اللي موجود. سبيس كبيره جدا جدا، هيحصل ايه؟ انه هيحصل الترحيل الكولابس، اللعيبه هتتجمع والوقوف هيبقى خاطئ. لو تمشي اللعبه كمان تلاقي الراجل دخل الوينجر بتاع بيترو اتلتيكو من ناحيه اليمين، راجل اشول دخل عمل البنتريشن، القطع بتاع الاسترايكر خلى اللعيبه اتجاهها كلها راح معاه بتاع الوداد، الراجل دخل صوب بمنتهى السهوله الترحيل والقفل متاخر جدا كالعاده، الراجل بيشوط وبيسجل على يمين التكناوتي بمنتهى السهوله. نمشي نجيب الحاله اللي بعدها في الهاف سبيسز او المساحات اللي ما بين المراكز، نفس الطريقه دي واحده من الهجمات دي في مباراه الذهاب امام بيترو اتلتيكو اللي كسبوها 3-1. بالمناسبه بيترو اتلتيكو اللي اتفرج على المباراه بيترو اتلتيكو ضيع عدد كبير جدا من الاهداف وقدر انه يعمل البنتريشن ويستغل المشاكل اللي موجوده عند الوداد بشكل كبير جدا جدا. لما نيجي نبص على الحاله دي البنتريشن بيتم، الراجل بيشتغل من العمق، الراجل الاثنين الاسترايكرز اللي موجودين جوه ال 18 الاثنين مش ممسوكين، الاثنين مش ممسوكين رغم ان في واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه دايما خمسة. الزياده العدديه لفرقه الوداد مش معناها ابدا انه التمركز صحيح او الماركينج اللي عاملينه او الماسك اللي عاملينه بيكون بشكل صحيح. نفس الطريقه اثنين مهاجمين
جوه ال 18، زاويتين للتسجيل، زاويه للباس الراجل المهاجم، وبنفس الطريقه الاثنين مش ممسوكين، الراجل اللي وراهم في الكادر اللي على خط ال 18 من ناحيه الشمال برده مش ممسوك، لولا تالق التتناوتي في الكره دي كانوا هيستقبلوا هدف جديد. فلو تقول لنا الارقام يا ايمن، وبعديها ندخل على الحالات الهجوميه لفرقه الوداد، والوداد بيشتغل ازاي في الحاله الهجوميه، وايه اللي احنا لازم نتداركه علشان ما يستغلوش بعض المشاكل. يعني احنا لو بنتكلم عن ارقام الوداد والاهلي بشكل عام في البطوله كمقارنه رقميه، طبعا في 12 مباراه لعبها الاهلي والوداد، الاهلي سجل 23 هدف والوداد سجل 25 هدف، رغم ان نسبه الاهداف المتوقعه للنادي الاهلي كانت 28 هدف، فده معناه ان النادي الاهلي محتاج حته زي ما بنقول كده استغلال الفرص بشكل امثل اكبر من كده، لانه ممكن حصيله الاهداف تزيد. الاهداف المتوقعه عند الوداد هي اقل، لكن هم بيستغلوا اي فرصه بتتاح ليهم، وده اللي احنا اتكلمنا عليه حتى هنا، ان هم في ماتش بيترو اتلتيكو كسبوا 3-1، رغم ان بيترو اتلتيكو زي ما احنا شايفين كان عنده فرص وراجل رايح انفراد وبيضيع الكوره من امام المرمى انفراد. الاهلي النادي الاهلي استقبل 11 هدف والوداد استقبل 8. الاهداف لو بنتكلم من ركلات جزاء، النادي الاهلي حصل على 4 ركلات جزاء سجل 2، الوداد حصل على 3 سجل 3. دقه المحاولات على المرمى هي متساويه بالنسبه للاهلي والوداد بنسبه 39%، ولكن محاولات الاهلي على المرمى بشكل عام هي اكبر من محاولات الوداد. دقه التمريرات للنادي الاهلي طبعا على مدار البطوله هي اقوى، 84% تمريرات الاهلي الصحيحه، لكن عند الوداد بنتكلم في 77%. بمناسبة ان جيمي كان بيتكلم عن التجناوتي ان هو في اكثر من لقطة واحنا بنعرض على البيرو، هو لولا تعلقه كان ممكن الوداد يبقى خارج البطولة، طبعا خارج البطولة يعني في المغرب تصدى لاكثر من كورة، كان ممكن النتيجة يبقى في كامباك، وحتى في انجولا الراجل قدم مباراة جيدة. تجناوتي في 12 مباراة استقبل 5 اهداف وخرج بشباك نظيفة 5 مرات، عمل التصديات الناجحه بالنسبه له 24 تصدي من 32 محاوله ناجحه كانت على المرمى، وتصدى ل 24. التعامل مع الكرات العرضيه وتصدى ل 18 كره عرضيه بشكل ناجح، فهنا احنا برده قدام حارس مميز طبعا كابتن محمد الشناوي، رجل الحارس الاول في افريقيا، فهنا زي ما احنا عندنا الحارس الاول فرغم عندهم حارس مميز، فعشان كده زي ما احنا بنقول ان النادي الاهلي لازم لعبته تستغل اي خطا دفاعي بشكل مبكر، ان هم يربكوا دفاعات الوداد، عشان هم لما بياخدوا الثقه دقيقه بعد دقيقه هم نفسهم بيثبتوا في الملعب وبيبتدوا ان هم يعملوا الكرات بتاعتهم الخطيره اللي هنتكلم عليها في الشكل الهجومي، خصوصا اللي بنتكلم ان التوقيت المثالي او التوقيت المثالي للوداد في التهديف هو مش معانا يعني على الشاشه، ولكن من خلال رؤيه الارقام تقريبا بنتكلم في النص ساعه اللي هي اخر ربع ساعه في الشوط الاول واول ربع ساعه في الشوط الثاني، دي اكتر فتره الوداد تقريبا بيسجل فيها اهداف، يعني ما بيسجلش في الربع الاول وما بيسجلش في الربع الاخير كتير، فدي الفتره اللي هم بيبقوا ثابتين فيها، لو الفريق ما اهتزش ان هو يخش في شباكه اهداف. يمكن المره الوحيده اللي هم رجعوا فيها بسرعه في البطوله على حسب ما انا اتذكر المباراه كانت الزمالك بس في الدور المجموعات، ولكن في النهائي الامور هتبقى مختلفه، الدوافع مختلفه، الظروف نفسها تبقى مختلفه، لازم النهارده النادي الاهلي ربع فرصه زي ما ممكن ربع فرصه اي لمحه نقدر نسجل منها نخلص، عشان خاطر نستغل ان هم يرتبكوا ان هي ماتش واحد فلازم يبقى فيها حد يكسب. اوكي بالظبط كده. قبل ما نروح للحالات الهجوميه فرقه الوداد، وقبل ما نقفل الكلام عن الارقام اللي ايمن اتكلم عليه فيما يخص التكناوتي عنده مشكله فنيه رغم تالقه الشديد جدا، واحد من اهم الاسباب اللي ابقت فريق الوداد داخل البطوله خاصه في مباراتي بيترو اتلتيكو، اللي عنده مشكله فنيه ما بيمسكش على مره واحده، دايما التكناوتي رد فعله ممتاز لكن عنده مشكله في المسك من مره واحده، فده يودينا لفين؟ مهم جدا الفولو اب، مهم جدا انه يكون في عدد من التسديدات سواء من خلال بنتريشن او التصويب من خلال من بره ال 18، ويكون في فولو اب خاصه لو اعتمد بيتسو موسيماني على نفس الشكل اللي بيلعب بيه ال 4-2-2-2. نروح للحاله الحالات الهجوميه بتاعه فرقه الوداد والشكل اللي بيلعبوا بيه، احنا قلنا كل المشاكل اللي عند فرقه الوداد، خلينا نقول بقى خطورتهم بتيجي منين. دايما فتش عن المحطه وفتش عن اللعيب اللي بيعمل مونيتورنج واللي بيحرك الكوره، المحطه هو جايم بينزا، واللعيب اللي بيحرك الكوره دايما هو ايمن حسوني صاحب الكوره، قلنا طول الحلقه نقول صاحب الكوره ايمن حسوني، مهم جدا انه يكون الضغط عليه ما يطلعش باريحيه، ما يعملش البيلد اب
في نص ملعب النادي الاهلي بشكل جيد، لان هو اللي بياخد القرار انه يشتغل في الناحيه اليسرى ولا الناحيه اليمنى، ولا يعمل باص عميق زي ما بنشوفها في الحاله اللي على البييرو دلوقتي. جايم بينزا بيتحرك في الهاف سبيسز اللي ما بين الاثنين سنتر باكس. دي مباريات اولمبيك، مباراه اولمبيك خريبكا في الدوري المحلي. الراجل بيعمل بنتريشن، تحرك ممتاز من جاي بينزا، باص من مؤيد، باص من ايمن حسوني، والراجل بيروح انفراد. نفس الطريقه ماشي الحاله اللي بعديها ونشوف من نفس المباراه، مباراه اولمبيك خريبكا في الدوري المحلي، وتحرك جاي بينزا. هنا نوقف شويه نشوف جاي بينزا فين. في اللقطه اللي فاتت في الشوط الاول من مباراه اولمبيك خريبكا، جاي بينزا كان موجود في العمق وبيتحرك في العمق في الهاف سبيسز اللي موجوده في العمق. هنا بيتحرك فين جاي بينزا؟ جاي بينزا داخل على الناحيه اليمين علشان يعمل ستريتشنج للملعب، يدي الفرصه، وده اللي حصل بالمناسبه في مباراه نادي الزمالك. تحركات جاي بينزا على الاطراف ادت الاريحيه لزهير المترجي ان هو يكون موجود ويعمل البنتريشن من الناحيه الشمال ويدخل جوه ال 18 كمهاجم تاني تحت جاي بينزا. فهم بيعملوا التحول باقل عدد من اللاعبين، لكن يبقى الخطوره لما بيروحوا على الاطراف بيقلب كاونترز عليهم لان عندهم مشاكل في الهاف سبيسز. هنا جاي بينزا خد المدافع زي ما شرحنا في بدايه الحاله، خد المدافع ناحيه الشمال بتاعه نادي اولمبيك خريبكا علشان يدخل ايمن حسوني جوه ال 18 ويهدد اولمبيك خريبكا في الهاف سبيس اللي ما اتحركش فيها المره دي جاي بينزا، هو خلقها بتحركه ناحيه الشمال. نمشي الكره اللي بعديها واستغلال الهاف سبيسز، ودي طبعا تم تسجيلها هدف في الدقيقه 54. طب نرجع تاني ليه مباراة بيترو أتليتيكو، نفس التحركات لكن هنا الباس. وهنا هنلفت الانتباه لنقطة مهمة جدا جدا جدا. أيا كان فرقة الوداد بتعمل اللونج باس أو الميديم باس، الباس الطويل أو الباس المتوسط أو الكروس، دايما قلنا نفتش على مين في بداية الحالة، لا نفتش في الجزء الامامي على جاي بينزا، على لا جاي بينزا، جاي بينزا المحطه، لازم تفتش على اللعيب المحطه دايما، لازم تفتش عليه هو بيتحرك فين. هتلاقي اللونج باس بيتعمل في نقطتين. النقطه الاولانيه هو جاي بينزا واقف فين؟ لو واقف بره ال 18 عشان يشتغل كمحطه، لو نمشي الحاله عشان يشتغل كمحطه هنلاقي انه جاي بينزا بينزل يستلم. بالمناسبه معدله ممتاز في الاريلز، وده لما نيجي نتكلم على ازاي نكاونتر ده مهم قوي، ان الاثنين سنتر باكس اللي ما يكونوا موجودين في النادي الاهلي اللي هيقرر بيتس ان هم يكونوا موجودين يجيدوا الكرات الراسيه، يجيدوا الالتحامات الهوائيه، لانه ده هو كل راس مال الوداد في اللونج باسز او في الكروسز هو جاي بينزا. ما ينفعش اشتغل معاه بلعيب قصير او لعيب عنده مشاكل في الحصول على الكرات الهوائيه. نفس استغلال الهاف سبيسز اللي عمل الوداد في مباراه اولمبيك خريبكا في الدوري المغربي عمله في بيترو أتليتيكو. ده ينقلنا للنقطه اللي بدانا بيها الحلقه، قلنا انه الباترن او النمط لما نلاقي نفس الحالات بتتكرر بنفس الشكل، ده ينقلنا لانه الفرقه دي ده شغل مدرب، والفرقه حافظه ان هي بنتريت بالشكل ده. نشوف نفس الحالات نفس الاختراقات، جاي بينزا كره طويله بيطلع بتتلعب دايما على جاي بينزا، بيطلع يعمل الباس عشان يودي الراجل المهاجم. نفس التحرك في الهاف سبيسز ما بين الاثنين السنتر باكس، يا اما جاي بينزا نفسه اللي بيتحرك، يا اما بينزل تحت بيتحرك طولي وعرضي في مساحه ال10 يارده القطريه علشان خاطر يقدر انه يشغل الاثنين اجنحه اللي موجودين معاه. نمشي الحاله اللي بعديها ونشوف برده مين اللي بيطلب الكره. جاي بينزا، جاي بينزا نفس التحركات. هي دي هو ده اسلوب، زي عشان كده زي ما قلنا كابتن اسلام، هي الفكره مش في كم الاهداف اللي سجلها هذا اللاعب في البطوله، لانه ممكن يكون رقميا مسجل هدفين، ولكن هي الفكره ان هو باني، يعني هو اللي بيتبني عليه اللعب، هو محور اداء فريق الوداد. هم بيعتمدوا على الكرات دي بشكل كبير، سواء الكرات العرضيه اللونج باس هو دائما طريقه اللعب، حتى بالشكل العرضي اللي هم طريقه البلاي ستيشن اللي احنا كنا نعرفها زمان، اللعيب اللي يجي من العرض ويلعب الكره، فهي كلها. فهو لو ما بيجيبش جوان فهو في الاخر بيفضي المساحات. فهنا زي ما قلنا على المهاجمين، ازاي ان انت النهارده لازم تبقى مركز جدا في تحركاتك السريعه، لازم كمان المدافعين بتوع النادي الاهلي يبقوا قريبين من بعض، ما يسيبوش مساحات، يضغط على طول يطلع ياخد الكرات الهوائيه. هيبقى اكيد حمدي فتحي ان شاء الله يكون جاهز بنسبه 100%، هيبقى عليه دور كبير جدا، لان هو اللي هي زي ما بنقول كده ايه، هيمسح المنطقه دي لما لعيبه الوداد ممكن تحاول ان هي تاخد ياسر ابراهيم. لو اتكلمنا ان ياسر وايمن هم الاقرب ان هم يبتدوا المباراه، فدور حمدي فتحي هيبقى مهم جدا 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 في المباراه دي. ولو ان انا يعني من وجهه نظري لو بالطريقه دي، اعتقد ان ممكن رامي ربيعه يبقى
خيار امثل خصوصا ان هو اخر مباريات كان يعني سيبك من اللي هيلعب ازاي، لكن انت دايما لما بنيجي نتكلم عن الفرق شمال افريقيا بنتكلم عن الفرق مهما كان سواء جزائر مغرب تونس او حتى ليبيا. ولكن يمكن جزائر مغرب تونس اكتر لما بتيجي تلعب الكرات العرضيه دائما ما يتميز كل شمال افريقيا بالباكين اكتر من اي حد تاني. الاوفرات اللي بيعملها اي باكين اي باكين باي اسمين دائما ما بتكون في اي فرقتين في او اي فرق في شمال افريقيا او كرات متحركه او كل حاجه بتبقى دايما كده. وده ينطبق على يحيى عطيه الله لانه هو انا وجهه نظري يعني ايمن جيمي بيقول صاحب الكوره ايمن الحسوني، لكن انا بقول ان يحيى عطيه الله ده له الدور زي علي معلول كده عندنا بالظبط تقريبا طبعًا. يعني بذكر الكرات الثابته يعني بالصدفه هي الحاله اللي على السكرين دلوقتي هم بيشتغلوا ازاي في الكرات الثابته ومين اللعيبه اللي نركز عليهم مين اللعيبه اللي نبص عليهم وعينينا دايما معاهم. اشرف داري، محمد امين فرحان، وجايم بينزا الاثنين السنتر باكس والمهاجم جايم بينزا الثلاثه مميزين جدا جدا في الراسيات. بيشتغلوا ازاي في الراسيات؟ قلنا قبل كده شكل الكرات الثابته او السيت بيسز ليها نمط، كل مدرب بيشتغل، في ناس بتشتغل 2 3 او 3 2 يعني بقى في 3 في خط في 3 مهاجمين وفي خط في 2 وفي نمط تاني مختلف شويه بيعملوا اوفرلود او عدد كبير من اللاعبين في مساحه ضيقه وبعدين يحصل التحرك عشان يحصل الخلخله. ده اللي بيعتمد عليه الوداد، بيتحرك اللعيبه بشكل المفروض انه مش معروف للمنافس ويبتدي يشتغل، بيقطع اشرف داري دايما على القريبه ودايما ندور على المحطه، جايم بينزا على نقطه البينالتي او السكند بلاير او اللعيب رقم اثنين اللي بيتحرك ورا اشرف داري او لو من الناحيه الثانيه هيكون محمد امين فرحان، فدايما تلاقي قريب لنقطه البينالتي جايم بينزا دايما موجود عشان ياخدها، والله اتاخدت من على القريبه خدها اشرف داري هما ده اللي هما بيستهدفوه انه ياخدها اشرف داري من على القريبه وموجود محمد امين فرحان على البعيده، لكن دايما الاكثر تميزا هو جايم بينزا. نمشي الكادر هنلاقي برضو بندور على جايم بينزا، في كل الاحوال بندور على جايم بينزا، الاريالز، الكروسات، الكرات الطويله، الميديم باس او الباصات المتوسطه او الباصات الطويله لو هو عنده مشكله في البيلد اب. عشان كده بعد ما نخلص الحالات نمشي الحاله دي هنا البينيتريشن بتاع فرقه الوداد كالعاده ضربوا خط طبعا المنافس وده شباب المحمديه واقفين عفوا شباب بلوزداد واقفين بشكل خاطئ تماما ثلاثة واقفين على خط واحد نمشي الكره اتضربوا بباس واحد دخل الراجل في السبيس اللي هي سبيس كبيره جدا ما بين الرايت باك والرايت سنتر باك وقدامه الاثنين السي دي امز واقفين ما بيعملوش حاجه عشان يروح يتضرب فريق الوداد بنفس الشكل اللي تم يقطع لكن جلها كريم عريبي في الكره دي وكانت واحده من الكرات اللي تسببت في بقاء الوداد في البطوله. بعد ما تقريبا خلصنا معظم الحالات اللي موجوده معانا خلينا نتكلم على نقطه مهمه جدا جدا يا كابتن اسلام. ايوه ليه احنا الوداد عنده مشاكل كتير جدا، واحده من ضمن النقاط السلبيه اللي مصمم عليها وليد الرجراجي وتاثر بيها وهرجع جمهور النادي الاهلي لفاينل لسيمي فاينل فتره الكورونا 2020 لما في مباراه الذهاب في المغرب الجول الهدف الاول لمحمد مجدي قفشه، مين اللي بيتقطع منه الكوره في بدايه المباراه؟ واحد من اميز اللعيبه لعيبه خط الوسط مركز 8 في البطوله كلها يحيى جبران. ليه؟ لان وليد الرجراجي مصمم عليه انه يشتغل بيه. احنا قلنا بيلعبوا في وسط الملعب بثلاث لاعبين راس مثلث لتحت الاقرب لاثنين سنتر باكس عشان يعمل له البيلد اب والخروج بالكوره، فهو بيستفيد منه ان هو بيبني له الهجمه بيطلع بالكوره لما بيبتدي يحصل الضغط العالي عليه يطلع بالكوره بشكل جيد وسلس ويبتدي يكمل البيلد اب او بناء الهجمه، لكن عنده مشكله كبيره جدا هو مش لعيب مركز ستة، عنده مشاكل في الديفنسيف ميكانيزم او الوقوف الدفاعات التمركزات الاوفلايننج او ازاي اقفل مع السبيسز مع اللعيبه اللي موجوده معايا في وسط الملعب. فيبقى يحيى جبران رغم انه احنا قلنا في البدايه مؤثر جدا في بعض الحاجات اللي هي ايجابيه جدا عند الوداد عندهم مشاكل في عندهم نفس النقط نفس هو يحيى جبران مميز جدا في بناء اللعب، مميز جدا في الخروج بالكوره، لعيب ممتاز مصوب جيد للكرات الثابته وهو المصوب الاول لركلات الجزاء في فرقه الوداد، ولكن لما بيتواجد في المكان والزون اللي طالب منه يتواجد فيها وليد الرجراجي عنده مشاكل دفاعيه كبيره جدا جدا. ومفكر ناس تاني بهدف محمد مجدي قفشه كان ضغط عليه وخد منه الكوره
في اللقطه دي وسجل محمد مجدي قفشه الهدف الاول للاهلي على مركب محمد الخامس في بطوله 2020. طيب جبران يا كابتن اسلام، يعني استكمالا ليه في الحته الهجوميه دي، لعيب لعب 11 مباراه في دوري ابطال افريقيا، سجل 5 اهداف من 8 محاولات على المرمى، فبنتكلم في نسبه تهديف عاليه جدا للعيب وسط بيلعب، حتى هم بيستغلوه ان هو مركز 6، لكن هو لعيب مميز جدا، بيتقدم كتير، بيصنع فرص، صنع تقريبا 5 فرص محققه لزملائه، صنع هدف وحيد، الرقم المميز جدا اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو 5 معلش اهداف. سريعا جدا هنروح لزميلنا فاروق صلاح، لان طبعا الخطوط بتقطع ولسه حالا جايبينه من المطار، نعرف برضو لحظات وصول فريق النادي الاهلي الى المطار في المغرب. فاروق الحمد لله على السلامه، طمنا عليكم جميعا. كل التحيه ليك يا كابتن اسلام، وكل التحيه لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. الله يسلمك كابتن اسلام، طبعا يعني رحله موفقه للنادي الاهلي ان شاء الله، نتمنى انها تكلل ان شاء الله بالتتويج بدوري ابطال افريقيا. خليني اقول لك ان احنا يعني منذ دقائق وصول الفريق لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، كان في استقبال بعثة فريق النادي الاهلي طبعا معالي السفير ياسر عثمان سفير جمهوريه مصر العربيه لدى المغرب، ايضا الكابتن سابق حفيظ الكابتن سمير عدلي، اللي كانوا طبعا سبقوا الحضور البعثه بالحضور هنا الى المغرب. من الامور المهمه اللي لفت النظر هنا كابتن اسلام لدى وصولنا الوجود يعني اهتمام اعلامي كبير من الجانب المغربي بوصول بعثه النادي الاهلي، ووجود عدد كبير من وسائل الاعلاميه سواء المقروءه او المسموعه لرصد طبعا وصول بعثه فريق النادي الاهلي. اقدر اقول لك ان احنا متحركين في التوقيت ده الى الفندق اللي طبعا هتقيم فيه بعثه النادي الاهلي، بيبعد عن المطار ب 15 دقيقه. الاجواء هنا ان شاء الله يعني تحركتوا بالفعل يا فاروق ولا لسه؟ نعم يا كابتن اسلام، تحركتوا بالفعل ولا لسه؟ احنا اتحركنا بالفعل دلوقتي في الاتجاه الى فندق الاقامه اللي هتقيم فيه بعثه فريق النادي الاهلي. عايز اقول لك برضو يا كابتن اسلام، وجود الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي، معالي الوزير عمرو فاروق، المهندس خالد مرتجي، الدكتور محمد شوقي، الاستاذ طارق قنديل، الكابتن حسام مغالي، ايضا الكابتن امير توفيق، وجود هذا اللفيف بيدي رساله مهمه جدا للعيبه النادي الاهلي، ان كل المجلس وراهم، الدعم للعيبه النادي الاهلي، حاله التركيز اللي عند اللاعبين ان شاء الله، يعني اللي احنا لامسينه من مجلس اداره النادي الاهلي من اللعيبه ايضا من الجهاز الفني ان شاء الله يكون مردوده كويس للعيبه، وان شاء الله يعني تظهر شخصيه النادي الاهلي في المباراه، وان شاء الله يا كابتن اسلام يكون يوم يعني يوم المباراه يوم موفق لفريق النادي الاهلي، ونقدر احنا نتوج بالبطوله ال11 باذن الله. عايز برضه اقول لك يا كابتن اسلام ان شاء الله، معلش يا فاروق وانت معانا برضه، احنا عاملين او بنذيع لحضراتكم لقطات اللاعبين وهم في الطياره وهم جوه الطياره، بنوريها بس لحضراتكم كده، وفاروق برضه بنحاول نوري لحضراتكم لحظه بلحظه رحلة النادي الأهلي من مطار القاهرة إلى المطار في المغرب، ومعانا طبعا زميلنا فاروق صلاح من داخل بعثة النادي الأهلي بيطمنا على كل ما يحدث. من الواضح يا فاروق قبل بس ما تكمل كلامك أنه الرحلة ما خدتش وقت في أنها تخلص كل الأوراق الخاصة برحلة النادي الأهلي. بالظبط يا كابتن اسلام، يعني خليني برضو ان انا اشيد طبعا بقرار مجلس اداره النادي الاهلي بوجود طائره خاصه في يعني الرحله، يعني بيسهل كتير جدا من الامور على اللاعبين، وبيسهل على بعثه فريق النادي الاهلي، ايضا من وجود الكابتن سمير عدلي والكابتن سعد عبد الحفيظ قبل البعثه ب 24 ساعه، زائد على تيسير كافه الامور السفاره المصريه واستقبالهم، يعني ما كانش في وقت يعني في انهاء الاجراءات سواء في مطار القاهره او مطار محمد الخامس هنا بالدار البيضاء. الامور اللي احنا لمسنا برضو يا كابتن اسلام يعني الثقه اللي عند لعيبه النادي الاهلي، يعني لعيبه النادي الاهلي قالت احنا اول ما خلاص حطينا رجلينا في الطياره احنا رايحين ندافع عن اللقب، احنا النادي الاهلي، احنا ابطال افريقيا 10 مرات، بطل اخر نسختين، خلاص يعني ما هيتعامل مع كل الاجواء، هنتعامل طبعا حضرتك عارف ان كل الظروف مش هنتطرق فيها، هننتظر احنا نشوف الاحداث خلال الايام القادمه، لكن احنا جايين بشخصيتنا، شخصيه النادي الاهلي، احنا النادي الاهلي موجودين ابطال افريقيا، احنا اكثر الانديه اللي في القاره السابقه تتويجا بالبطولات الافريقيه، في ثقه عند اللعيبه، في تركيز عند اللعيبه، عارفين طموحات جماهير النادي الاهلي، شوف اللعيبه في كلامهم، في حديثهم، في الاحاديث الجانبيه، كابتن سامي قمصان يعني شفته في اكثر من مشهد بيجتمع على انفراد مع بعض اللاعبين، بيتكلم، بيحس، بيشتغل على الدوافع النفسيه، ان حضرتك طبعا يا كابتن اسلام عارف ان مباراه شخصيات لعيبه ان شاء الله
شخصيه لعيبه النادي الاهلي، لعيبه يعني كلنا كلام مع بعض اللاعبين قال لك احنا اتعودنا على الاجواء دي، اتعودنا على الضغوط. لسه كنا في مباراه الرجاء وطبعا طيب احكي لنا قبل ما تكمل بس كلامك كده فاروق، في مباراه الرجاء لكن ان شاء الله يعني كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. طيب في هذه المباراه قبل ما تكمل كلام، قبل ما تعرفش سامعني ولا لا، قبل ما تكمل كلامك يا فاروق، وانتوا ماشيين في انتوا ماشيين في الطريق دلوقتي المفروض رايحين الاوتيل مظبوط؟ بالظبط يا كابتن اسلام، احنا في الطريق. في جماهير حواليكوا، في ناس مستنيه ولا الموضوع بسيط والدنيا هاديه؟ لا يا كابتن ما سمعتكش يا كابتن اسلام. بقول لك الدنيا هاديه ولا في جماهير حواليك وانتوا ماشيين يعني؟ لا ما فيش جماهير يا كابتن اسلام، وايضا وجود تامين طبعا لبعثة التقارير. طبعا ده احنا متاكدين منه. النادي الاهلي لكن يعني هو العدد الكبير اللي جدا اللي احنا شفناه كان من وسائل الاعلام طبعا، اهتمام اعلامي طبعا. انت عارف قيمه ومكانه النادي الاهلي، الاسم الاكبر في القاره الافريقيه طبعا، وتوافد وسائل الاعلام اللي يعني بيرصدوا طبعا وصول بعثة التقارير النادي الاهلي، لكن الامور ما فيش يعني ما فيش اي تواجد جماهيري، سواء يعني لما وصلنا للمطار من جانب الجماهير سواء الجماهير المغربيه، لكن وجود بعض طبعا افراد الجاليه المصريه هنا في المغرب اللي طبعا حريصين دايما ان هم يكونوا متواجدين مع النادي الاهلي. طبعا وجودهم بيبقى عامل مؤثر طبعا لفريق النادي الاهلي. عايز برضه اقول لك يا كابتن اسلام ان التوقيت حاليا في المغرب بيختلف عن مصر فرق ساعه واحده بس، يعني الاول يا كابتن اسلام طبعا في مباراه الرجاء كان الاختلاف في توقيت شهر رمضان كان الاختلاف في ساعتين، لكن حاليا احنا التوقيت بيختلف، ان مصر بتفتح طبعا المغرب حاليا بفرق ساعه واحده فقط. النادي الاهلي طبعا من المقرر هيبقى اليوم وعادي غدا باذن الله في تناول وجبه الافطار صباحا تمام الساعه 10، ثم وجبه الغداء، ايضا المحاضره طبعا مستر بيتسو موسيماني والمحاضرات اللي طبعا اللي هيشتغل فيها مع اللاعبين، تدريب طبعا هيكون في نفس توقيت المباراه لا في تمام الساعه 8 بتوقيت المغرب، التاسعه بتوقيت القاهره. طبعا الكابتن سمير عدلي مع دوره مع الكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا في يعني وضع الخطه والامور الخاصه بفريق النادي الاهلي، الخطه التنظيميه والامور الاداريه دي بتتم على افضل ما يكون. احنا بص يا كابتن اسلام يعني التفاؤل موجود، التفاؤل بحذر، لكن احنا قيمه النادي الاهلي كلها عوامل، بقول لحضرتك ونطمن جماهير النادي الاهلي ان شاء الله ان لعيبه النادي الاهلي تكون على قدر المسؤوليه. طيب. شخصيه النادي الاهلي تكون حاضره في المباراه، وباذن الله باذن الله كابتن اسلام نرجع متوجين بالبطوله ال11 باذن الله. يا رب ان شاء الله هننتظر، احنا فاتحين النهارده معاكم شويه الهوا لحين وصول بعثه النادي الاهلي الى فندق الاقامه، ولو معاكم اي حاجه فاروق يعني طبعا ابعتوا لنا اول باول عشان جمهور النادي الاهلي ينتظر اللقطات الاولى لبعثه او لوصول بعثة النادي الأهلي إلى فندق الإقامة. أول ما توصلوا إن شاء الله برضو ارجع مرة تانية كلمنا وطمنا وابعتوا لنا طبعا أول بأول ماذا يحدث. شكرا جزيلا لزميلنا فاروق صلاح، زي ما حضراتكم شايفين بنحاول دايما نولي حضراتكم أو نقول لحضراتكم إيه اللي بيحصل من المغرب. إن شاء الله أول ما الفريق يوصل لفندق الإقامة هنكلم فاروق مرة تانية ويطمننا أن اللعيبة وصلت إلى غرفة أو إلى كل واحد الى غرفته علشان نطمن، وان شاء الله نشوف بقى بكره ايه اللي هيحصل في هذا الامر. اتفضل يا جيمي. اخر حاجه هنتكلم عليها عشان بقى الناس تفهم اللي احنا كنا بنقوله، ونقول التشكيل الاقرب انه يشتغل بيه الرجراجي في مباراه النادي الاهلي. نقطه مهمه كان قالها جيلبرتو، قال انه معدلات التهديف بل على العكس معدلات استقبال الاهداف في النصف الاول من الشوط الاول بالنسبه لفريق الوداد هو معدلات سلبيه جدا. فالاطروحات اللي كانت بتتم ان الوداد ممكن يشتغل عشان يفاجئ النادي الاهلي بانه يغير طريقه اللعب من 4-3-3 ل 4-2-3-1 بوجود بديع اوك على الجناح الايمن، انا لا اظن ان هي هتحدث. الراجل هيرجع لتشكيله الاعتيادي اللي لعب بيه كل المباريات الكبيره ل 4-3-3 بوجود ايوب العملود على الظهير الايمن، يحيى عطيه الله على الظهير الايسر، طبعا من وراهم التكناوتي حارس مرمى، اثنين سنتر باكس، اشرف داري رايت سنتر باك، ليفت سنتر باك او ناحيه الشمال محمد امين فرحان، يحيى جبران، ونركز كتير جدا على يحيى جبران، مهم انه يتعمل عليه بريسا وضغط عالي لان يحيى جبران لعيب كوره كويس جدا لكنه عنده مشاكل كتير جدا لما بيلعب كراس مثلث لتحت او في مركز سته. الاثنين اللي قدامه رضا الجعدي اللي بيعمل لسواب من تحت، يعني بيشتغل حسب المكان اللي بيبقى موجود فيه زهير المترجي، لو موجوده في التشكيله الاساسيه لانه لسه راجع من الاصابه، زهير المترجي بيشتغل دايما في الجناح الايسر، لو عمل
السواب او السويتشات اللي بيعملها مع جايم بينزا، بيروح زير متراجي ناحيه اليمين وبيطلع رضا القعدي يطلع مكانه يعمل الزياده ناحيه الشمال مع دخول صاحب الكوره ايمن حسوني يعمل التجميع ناحيه الشمال بالخروج العكسي، والاوفرلاب اللي بيعمله يحيى عطية الله اللي انا متفق جدا مع كابتن اسلام انه واحد من اهم مفاتيح اللعب في فرقه الوداد، هو بالفعل قريب جدا مع اختلاف الكواليتي ومع اختلاف الخبرات قريب جدا من علي معلول. ونهايه بنتكلم على جايم بينزا الفيرويد، الحاجه اللي بيفكر فيها اللي انا بدات بيها كلامي، انا لا اظن انه ده هيحصل، لكن وليد الرجراجي بيفكر في حل من الاثنين، هل يغير الطريقه ويهاجم النادي الاهلي ويفتح خطوطه ويفضي وسط الملعب ويشتغل بال 4 2 3 1 ونلاقي بديع اوك موجود مكان جلال الدودي او رضا القعدي الاثنين اللي في وسط الملعب مع يحيى جبران، ولا يلعب بالشكل الاعتيادي اللي اشتغل بيه، ده اللي احنا هنشوفه في المباراه، وده التشكيل الاقرب لفرقه الوداد من وجهه نظرنا، التشكيل اللي هيبتدي بيه رجراجي مباراه النادي الاهلي باذن الرحمن. طيب بيرسي تاو وايمن الحسوني يا ايمن. طبعا بنتكلم زي ما جيمي كده قال، الحسوني اللي هو صاحب الكوره في الوداد، فبيرسي تاو عامل حتى الان مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا ارقام مميزه جدا، واستفاقته الاخيره دي مهمه جدا جدا جدا، لان احد اسباب طبعا تعاقد النادي الاهلي مع لاعب بحجم بيرسي تاو ان هو يبقى حاسم في المباريات اللي زي دي في البطولات دي، لان يعني حظه كان سيء ان هو في كاس العالم للانديه الاصابه حرمتنا من وجود لاعب زي بيرسي تاو. بنتكلم ان بيرسي تاو لعب 9 مباريات مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، سجل 3 اهداف، صنع 5، وهو يعتبر افضل صانع لعب في البطوله حتى الان. محاولاته الناجحه على المرمى بنتكلم 10 من 19، صنع فرص لزملائه اللي هي الفرص المحققه زي ما بنقول 15 كوره، التمريرات المفتاحيه برضو اللي هي بيسهل بيها الامور لزملائه بنتكلم في 10، فهي ارقام هجوميه مميزه جدا لبيرسي تاو في حال ان هو كان في حالته، هيعمل يعني زي ما نقول هيبقى واحد من الاهم اللاعبين اللي بتستغل فكره المساحات الخاليه والاخطاء في التمركز للعيبه نادي الوداد، خصوصا ان هو عنده سرعه عنده دريبلينج عالي، لما بيكون في حالته قوي 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 بيطلع كده لمحات بتخلق يعني فرص محققة وممكن تخلق فرص تهديفية ليه أو لزملائه، زي ما شفنا الكورة اللي اتلعبت في مباراة الرجاء المغربي في السوبر الأفريقي، في لمحة كده رقص ورجع لعب الكورة لطاهر محمد طاهر، لو ممكن أي لعيب عادي في الدقيقة 91 في لقطة زي دي ومش شايط وزي ما تيجي لا، فاحنا محتاجينه في اللقطات اللي زي دي بهدوء ان هو يكون مركز جدا يقدر يستغل الفرص دي. بالنسبة لأيمن حسوني، لو واحد من أفضل اللعيبة في الوداد اللي موجودين وصانع اللعب بتاعهم، لعب 11 مباراه سجل 2، صنع 3، محاولاته الناجحه 6 من 18، صناعته للفرص 5، وتمريراته المفتاحيه 2، طبعا فرق الارقام هو لصالح بيرسي تاو، فنتمنى ان نفس الامر ده يكون في مباراه الوداد، لان هو كايمن حسوني كلاعب لو اتعمل عليه البريس بشكل معين نفس الامر على يحيى جبران، الاثنين اللعيبه دول لو النادي الاهلي اتعامل فرقه النادي الاهلي اتعاملت معاهم بشكل جيد انت بشكل كبير قفلت مفتاحين لعب مهمين جدا للوداد في فكره اللونج باس او الميد باس او اي حاجه هم بيعملوها، لان وقتها بنزا مش هيلاقي المد اللي بيجي له، هيفضل معزول مع قلبي دفاع النادي الاهلي.